حروب شرسة، ظواهر بيئية غريبة، فيروسات مخيفة، أمراض نادرة، كل ذلك يحدث على الأرض والمحصلة مرعبة. أكثر من 7000 مرض نادر يصاب بها 350 مليون شخص حول العالم. 90% من هذه الأمراض ليس لها علاج، ليصبح المريض وأطباؤه في مهب التجارب الدوائية علها تقلل من المعاناة. وسط كل هذه الأمراض النادرة هناك البعض منها الأكثر غرابة، من متلازمة للفيل مروراً بمتلازمة الجثة السائرة وحتى أليس في بلاد العجائب. وهذا غيض من فيض، فالقائمة تطول، ومنها متلازمة اليد الغريبة، وهي اضطراب نادر فيه تتحرك يد الشخص من تلقاء نفسها، مما يؤدي إلى الشعور بالانفصال عن جزء الجسم. السبب في هذه الحالة غير محدد، ولكن الدراسات تشير إلى أنها قد تحدث قبل أو أثناء السكتة الدماغية مباشرة. متلازمة رائحة السمك، أما هذه المتلازمة فهي اضطراب جيني يسبب رائحة تشبه الأسماك العفنة لصاحبها، ولا يوجد علاج لهذه الحالة سوى الاعتماد على النظافة الشخصية واستخدام المعطرات النفاذة. متلازمة الذئب البشري، يبدو من اسمها أن المريض يكتسب صفة من صفات الذئب، وهي الشعر الذي ينمو بشكل كثيف على جسده دون بطن يده وقدمه، وأقل من 1000 شخص مصابون بها في الولايات المتحدة. وأنت أخبرنا عن أغرب الأمراض التي سمعت عنها.